مساعد حكم اول عبد الرحيم الشمري، مساعد حكم ثاني عمر الجمل، ورابعا اليوم فيصل البلوي. لكن تقنيه الفار موجود فيها البولندي توماس موسيال، ويساعد ايضا في تقنيه الفار المساعد فهد العمري. اذا مباراه تاتي في اليوم الثالث في هذه الجوله الرابعة عشرة في مباريات دورينا، وفي هذا اللقاء اللي يستقبل به الفيصلي من حرمة المدينة القريبة من المجمعة، يستقبل بها الرائد هنا ومدربه أمامكم هنا الألباني بيسنيك هاسي في هذه المواجهة. واليوم القفز نحو القمة، إذا ما حقق الفوز وصل لنقطة 26 يصبح ثالثا بالترتيب. وهنا محمد الهويش الحكم الدولي السعودي ليأخذ فرصته في الدوري في المقبل من الأيام. إذن الفيصلي مركز التاسع 20 نقطة، عنده مباراة مؤجلة راح يلعبها قريبا أمام الهلال. إذا حكمنا محمد الهويش بالضبط الساعة 6:05 لبداية هذه المباراة بالأجواء الباردة فيها. إذا ضربة البداية، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة هنا من مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة لهذه المباراة للعنابي في ملعب العنابي الفيصلي من مدينة حرمة. ملك الكرات الثابتة في الصورة جلال داوودي، ملك الكرات الثابتة في الدوري السعودي في هذا الموسم. ليه؟ لأنه مسجل ثلاثة، هو أكثر من سجل كرات ثابتة في الدوري. والآن وش قدامنا؟ كرة ثابتة، هل يفعلها؟ هل يفعلها جلال داوودي؟ من 13 محاولة سجل ثلاثة، هذه الـ14، هذه الـ14. الله الله يا الرداوي، الله يا الرداوي، يا الرداوي تبسم، تبسم ومعك جلال الداوودي، تبسم وافرح يا الرداوي، افرح يا الرداوي. ملك الكرات الثابتة، ملك الكرات الثابتة للمرة 14 ينفذ ويسجل الرابعة له. جول 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 لرائد التحدي، جول لرائد التحدي، ودائما دائما دائما قد التحدي، قد التحدي الرداوي، الرداوي والله علقها والله شبكها. جلال يا جلال، جلال يا جلال، ايش الهدف هذا؟ ايش الهدف هذا؟ مستحيلة، خالصة، منتهية، صعبة 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 صعبة، هذه في القائم وفي الشباك، في القائم وفي الشباك. يا ابداعك يا فنك يا جلال يا داوودي. جيدة مع فريق عناب ستيل. عزيز البيشي تقدم في كرة، افتكاك تعود ثانية، الآن فرصة تسديد بتجاه المرمى. الله الله الله، أحمد أشرف، أحمد أشرف اقترب، اقترب من التسجيل في اللقطة الماضية. هنا التحفيز من شاموسكا، شوف الكرة، شوف عزيز، عزيز الدوسري لعبها افتكاك من ويليام، وأحمد أشرف سدد، والله كانت خطيرة خطيرة، ويليام جهزها وكانت تسديدة بالقدم اليسرى من أحمد أشرف اللي تألق في هذه. يلعب كرة عالية، تعدي لتأتي الآن لعزيز الدوسري، عقيل بالغيف ملعوبة، رائد الغامدي، هذه فيها خطأ، فيها خطأ، رائد الآن مرمى خالي، مرمى خالي للرداوي، للرداوي قدم يمنى تعثر فيها، احتجاج على وجود لمسة يد، لكن اللعب مستمر. خلاص رجع، رجع لمكانه مصطفى ملاكة، كان فيها خطأ. اليوم غايب المدافع الفيصلاوي الآخر رافائيل، ممكن كرة عالية الآن، هذه واحدة الآن ملعوبة، ويليام فعلا ملعوبة بشكل جميل جميل، رولي رولي الآن مساحة نادرة الحدوث، عزيز، عزيز الدوسري يلعب، الله الله الله، تحرك رائع واختراق وتسديد، لكن الرحيلي صاحب 30 سنة كريم هايلاند، عنده 80 مباراة دولية على فكرة مع منتخب ترينيداد ودوباغو وأربع أهداف. إذن هكذا هي الأمور في شوط المباراة الأول. مشاهدينا مشاهدي الرياضية السعودية، تنتهي بهدف وحيد لفريق الرائد، سجل في الدقائق العشر الأولى من كرة ثابتة عبر ملك الكرات الثابتة هنا جلال داوودي، لسجل هدفه من كرة ثابتة الرابع وخامس أهدافه مع فريق الرائد. إذن هكذا كانت الأمور. إذن مشاهدينا بعض المشاحنات، لكن بالتأكيد الأمور راح تكون إن شاء الله بمستوى، بكرة فنية أكبر في شوط المباراة
الثاني يلقاكم إن شاء الله أو يلقاكم بعد الفاصل الزميل عبد الرحمن شقاري برفقة الكابتن سعيد الأحمري بين الشوطين، لكن بعد الفاصل إلى اللقاء. جلال داودي. شوط المباراة الثاني الآن في انتظار الانطلاق، ويبدو لا يوجد تغييرات في الجانبين، بنفس التشكيل وصافي تتحكم المباراة. إذا محمد الهويش تنطلق في هذه المواجهة في شوطها الثاني. ركلة ركنية، ونحن لعبنا حتى الآن ساعة لعب في هذه المباراة، نص ساعة أخيرة في هذه المباراة، كرة ثابتة عبر الركنية. الآن رولي يلعب كرة عرضية، يقوم بالروس ويبعدها، يبعدها رحيلي، يبعدها رحيلي، كرة أخرى يتألق فيها حارس المرمى رحيلي، كرات أهداف يبعدها حتى الآن الثالثة تقريبا. شوف شوف إيغور، والله لعبها إيغور، لعبها من كانت الوضعية. صار الأول بلقاء مع أبها في أبها فريق الفيصلي. تلعب كرة الآن رائد الغامدي، رائد لاعب الرائد الآن بتمريرة، يلعب لأرنو جوم، أرنو جوم قدم الخلف مين؟ جلال داودي يحاول يكسب خطأ، ما جت معاه، يبغى الفاولات، يبغى الفاولات، يحب الفاولات. باحثا عن التعديل الآن غامدي يلعب لرولي، الحل في الوسط، رولي بونيفاسيا يمر يلعب للغامدي، غامدي الآن بطل الدوري مع النصر في الجهة اليمنى، يمر يلعب كرة ممتاز، ممتاز الجبلي، ممتاز الجبلي، ممتاز، الله الله يلعب، أوه 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 يا يوسف، أوه يا يوسف يا الجبلي، مراوغة، مراوغة للاعبي كبار، للاعبين كبار من الهولندي العربي يوسف الجبلي. شوف 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 شوف، الله 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 الله، لو اكتملت راح يكون من أجمل أهداف الموسم، من أجمل أهداف الموسم. القدم اليسرى والله لعبها، لعبها بأفضل ما يمكن بالخيال، لما تجلس مسرح بأجمل أهداف الكورة وتتخيل كيف تلعب كورة، راح تتخيل مثل هذه اللقطة الماضية، لكنها ما اكتملت بالهدف لصالح الفيصلي ولصالح يوسف الجبلي، ولم ينجح في تسجيل ثاني مساحة. فعلا يلعبها، يلعبها في اليمين، يتحرك يتحرك الجبلي، الجبلي انطلاق الآن، فيصلوية يعرض ومتابعة، وويليام لا سيطر على كورته، يرجع بالكرة الآن للجبلي اللي يراوغ مرة ثانية باليسار، لعبها فعلا وتجهيز، وكعبي عدد الثانية، الثانية يا الله يا الله يا الله للقحطاني، راوغ بشكل جميل، لمس الله أخرى في فكرتها، والله قرب الفيصلي، قرب قرب، وكيف ضاعت من كعبي فعلا مفاجئ بتعاقد مع مدرب، لكن كل تأخيرة في أخيرة، تأخروا في تعاقد مع المدرب في الموسم الماضي، أتى ممكن في منتصف أو في آخر التحضيرات للاستعدادات للموسم أنا قبل الماضي. ألف 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 مبروك للريداوي، ألف مبروك يا الريداوي، من قدك الثالث، من قدك الثالث، الثالث لا تحاسين، الثالث لا تحاسين. الآن عنوان الاحتفالات الرداوية والفرح، خمس انتصارات متتالية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على الرداوي اللي يحب الكيان واللي طبعه تحدي، من زمان من زمان الرداوي، من زمان الرداوي طبعه تحدي. ألف ألف مبروك لهذه الجماهير القادمة من بريدة إلى المجمعة للوقوف خلف الرداوي، خلف الكيان اللي يحبونه. حظا أوفر للعنابي اللي قدم مباراة كبيرة وسعى وراء التعادل من أغلب فترات المباراة، وقدم مباراة بتأكيد كبيرة اليوم. 1-0 للرائد، مبروك للرائد، هارد لك للفيصلي. ألقاكم محدثكم أحمد خالد نفيس إن شاء الله في مناسبات